FM. الكلمة ليك يا اخي. احنا بربي سامحني، تدخل السيد، ولو انه مش موضوعنا، تدخل سيد ناطق رسمي باسم وزارة العدل البارح في وكالة الجمهورية سفيان السليتي البارح، معقول هذاك؟ معقول على زميله سفيان بن فرحات. بن فرحات اللي قال يبدو انه هناك من قال انه هناك قضاة داعش. وعلاش انت تحب الفكر الداعشي موجود في كل مجال؟ شنو تستثني معناها انه يكون بعض القضاة داعش في فكرهم وتهد تهديد مباشرة؟ ومن وقتاش الوكالة العامة تتدخل بالطريقة هذيك وتقدم بالطريقة هذيك وتتدخل وتهدد بالطريقة هذيك؟ وش بها ما دخلتش وقت اللي الناس تحكي على السحل في كل الأماكن؟ وش بها ما دخلتش وقت اللي الناس تحكي على الإبادة وتحكي على الإجرام وتبرر في العنف على البلاتوات؟ بها ما دخلتش؟ وش بها ما دخلتش وقت اللي الناس تحكي على الأمن الموازي وبعض الصحفيين تدخلوا وبينوا وبرهنوا على البلاتوات على وجود أمن موازي؟ بل بالعكس، شفناها من بعد في التحقيق وتحركت الوكالة العامة ضدهم ومشاوي حقه. وش بها ما دخلتش؟ وش بها تدخل اليوم ضد سفيان بن فرحات اللاذع الناقد اللي يقول في اللي فهمه؟ دونك مازالوا موجودين. كاب اف ام، الكلمة ليك.